بدأت العجلات وقفت يا معز. طب انا كمان مره قلت لكم ورا تلعبوا بالطابي بالشارع. مره انا قلت لكم انا مره تلعب بالشارع. ثاني مره قلصت طرحه واجت بالطابي. ثاني مره ممكن تجي فيكم. معك حق لازم نلعب صالون البيت. صالون البيت انتوا تقولوا صالون البيت يعني لكان وين صالون البيت بتكسروا اغراض البيت. يعني نلعب بالحمام. بنفعش نلعب بالحمام يا شاطر. شو لكان وين نلعب؟ نلعب بمحل مخصص للعب مثل ساحة الألعاب أو بالساحة اللي بالبيت أو بالملعب. طيب نحن كنا نلعب ما أنت مع ستيل الطابي مع ستيل معز نعمل. خلص تعالوا معي أنا بشتري الطابي. يلا يلا طلعين يلا يلا بندلينا تشتيل الطابي جديدة. طيب بس تنتش تحطه حزام الأمان. يلا حط حزام الأمان. طبيب 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 طبيب